ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا قلت اشارككم بقى باسعار الخضار والفاكهه. زي ما انتم شايفين كده، ده الخضار بس، لسه هحط لكم كمان اسعار الفاكهه، وكمان في حاجات انا جبتها هوريها لكم كلها ان شاء الله النهارده. النهارده ايه؟ عشان الناس تبقى عارفه، النهارده الخميس، انا نزلت السوق لان يوم الجمعه ويوم السبت بيبقى كله قافل، السوق بيبقى اجازه، فانا جبت حاجتي. كمان انا بجيب الحاجه بال15 يوم، يعني اخر فيديو انا كنت مصوراه بتاع خضار وفاكهه كان من 15 يوم. انا ما بنزلش غير نازله واحده للخضار والفاكهه كل 15 يوم. هحط لكم كمان في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت، هحط لكم الفيديو اللي هو بتاع حفظ الخضار 15 يوم في التلاجة ما يتبلش وما يحصلوش اي حاجه، تمام؟ هقول لكم كمان طريقه الحفظ بتاعه. تعالوا بقى نشوف كده النهارده اسعار الخضار والفاكهه ايه. النهارده الخميس 2/3، واللهم ارفع الغمة عن الأمة يا رب العالمين. ويعني عايزين بقى الدنيا يعني ترجع بقى، المساجد تتفتح والكنايس كمان ترن فيها الأجراس، والناس بقى كده ترجع ويهل علينا رمضان بالخير بتاعه ويرفع عنا الغمة يا رب العالمين. أولا الأسعار النهاردة بتاعت السوق كويسة جدا عن الأسبوعين اللي فاتوا. أنا من أسبوعين لما نزلت كانت الأسعار حسبي الله ونعم الوكيل كانت غالية جدا. النهاردة الأسعار كويسة الحمد لله. تعالوا كده بقى نشوف كده واحدة واحدة مع بعض، يلا بينا. عايزة بس اطلب منكم طلب كده، اول الفيديو عايزة اطلب منكم ان انتوا تدوا لايك للفيديو عشان عايزاه يوصل لاكبر عدد من الناس، علشان كمان يستفيدوا من الاسعار، ولو عايزين لو معاكم عربية او اي حاجة ينزلوا يتسوقوا الخضار بتاعهم. احنا السوق بتاعنا ده اللي هو سوق المنشية ده في السيدة عيشة يا جماعة، اللي هو سوق السيدة عيشة، تمام؟ انزلي السيدة عيشة اسألي على السوق بتاع السيدة عيشة، هو ده اللي انا بجيب منه، ده القريب من بيتي، تمام؟ تعالوا بقى كده نشوف. بصوا بقى جبت ايه. جبت تلاتة خص اهو. بص الخصة، بص الخص جميل ازاي اهو. طبعا اليومين دول لازم تاكلي خضرة كتير وخص كتير، والخص انتوا عارفين مليان كالسيوم كمان. جبت التلاتة خص دول اهم، تلاتة كبار كده اهو، التلاتة ب5 جنيه، تمام؟ دول تلاتة خص ب5 جنيه. انا اللي هصوره اشيله من على الترابيزه عشان اروق كده الدنيا. جبت البسله، البسله اهي مليانه وجميله اهي، انا خزنت خلاص، انما انا دول جايباهم عشان اعملهم اليومين دول، يبقى عندنا شويه خضار كده في التلاجة جاهزين. وبرده شيلي بقوليات، يعني اشتري برده بقوليات وشيليها عشان لو حصل ازمه ولا حاجه والدنيا برده مثلا ما بقاش في خضار ولا حاجه، ولا حصل اي حاجه، يبقى انت عندك بقوليات تطبخي برده وتعملي كل حاجه. جبت البسله دي بكام يا جيجي؟ انا جبت البسله دي ب8 جنيه، جبت كيلو وربع ب10 جنيه اهي، دي البسله دي. طيب جبت ايه كمان؟ جبت كمان خيار اهو، الخيار ده جميل بلدي وجميل اهو زي ما انتم شايفين. جبت الخيار ده الكيلو ونص ب10 جنيه، جبت 3 كيلو ب20 جنيه، في اكبر منه شويه ب5، ماشي؟ طبعا انت جيبي اللي انت عايزاه، انا بجيب عشان حاجه تعيش، بجيب احسن حاجه عشان تعيش، بس لو الحاجه دبلانه شويه او فيها اي حاجه مش هتعيش معايا ال15 يوم. فانا جبت 3 كيلو هم، ال 3 كيلو ب 20 جنيه زي ما قلت لكم، هحطه في التلاجة. وطريقه الحفظ 15 يوم هسيب لكم الفيديو، ما تنسوش تروحوا تشوفوه. طيب جبت ايه كمان؟ جبت نعناع. انا النعناع هنشف شويه نعناع كده رمضان، وكمان نعمل بقى كمان دلوقتي اليومين دول عايزاكم تعملوا نعناع اخضر بالليمون، هنعمل عصير نعناع ليمون، عصير نعناع بالليمون، ليمون بالنعناع قصدي، هنعمل عصير ليمون بالنعناع. جبت الثلاث حزم دول، بصي الرابطه قد ايه، شايفين الرابطه كبيره، الرابطه نص كيلو. اللي جبت الثلاثه دول ب5 جنيه، ثلاث ربط ب5 جنيه اهم، هفردهم بقى على صينيه وانشفهم. ممكن ابقى اوريكم طريقه التنشيف عشان ما يعني الطريقه بتاعتي انا في التنشيف على اللي هو بتاع النعناع، علشان ما يسودش معاكي لما تيجي تنشفيه ويفضل اخضر. ممكن اسيب لكم برده، انا عامله فيديو قبل كده، ممكن اسيب لكم الفيديو بتاع النعناع في صندوق الوصف، لو انا عملت الفيديو هصوره، ما عملتوش هبعت لكم الفيديو واحطه لكم في صندوق الوصف. جبت الثلاثه دول ب5 جنيه. طيب جبتي ايه كمان يا جيجي؟ جبت كمان كيلو كوسه للحشو اهو، عشان هعمل محشي.
بقالي كتير ما عملتش محشي، ودايما بحب كده على شم النسيم بحب اعمل محشي عشان بيبقى نزل ورق العنب. جبت الكيلو الكوسه الحشو الجميله دي ب5 جنيه، وفي كوسه ب2 جنيه ونص الكبيره، وفي كوسه ب3 جنيه ونص زي ما انت عايزه. المهم ايه، ده الكوسه دي احسن كوسه ب5 جنيه في السوق. برضو انا مجففه الكوسه، لو عايزه طريقه الحفظ وتشيلي كوسه عندك في الفريزر وتبقى ما تبقاش زي السفنج ابدا ابدا ابدا، وخشي اقري التعليقات اللي مكتوبه في الفيديو اللي انا هحطه لك بتاع تفريز الكوسه، شوفي الناس اللي عملتها نجحت معاها ازاي، تمام؟ فعشان تبقي مطمنه عملت كل حاجه بتاعت الحشو، وعملت اللي بتاعت الطبخ وبتاعت كل حاجه. هسيب لك برده اللينك بتاع الكوسه، هسيبه لك في صندوق الوصف، اتفرجي عليها هيعجبك جدا ازاي تحفظي الكوسه، لان هي اليومين دول رخيصه وده الاوان بتاعها. تفضل رخيصه كده، فاحلى كوسه هي جايباها الحشو ب5 جنيه. جبت كمان طماطم، الطماطم اهي بصوا، هي الطماطم مش حمرا قوي بس ناشفه، انا جايباها للسلطه. انا اصلا كنت شلت اصلا حبه في الفريزر، وعملت معاكم قبل كده تفريز الطماطم. الطماطم دي جبتها ب5 جنيه، جبت دول 3 كيلو ب15 جنيه. طيب الناس بقى اللي بتقولك الطماطم غاليه، والطماطم هي الطماطم اليومين دول هم دول غليانها، هي دايما الزرعه بتاعت شم النسيم دي بتبقى غاليه، فده طبيعي بتاعت شهر 4 لشهر 5 دي الطماطم بتبقى غاليه فيه، وبعد كده بترجع تهدى بقى من اول شهر 6 وترخص خالص. فعادي خالص، يعني احنا دلوقتي مش ان هم مغليين الطماطم، الطماطم على شم النسيم اصلا بتكون غاليه. فانا جبت دي الطماطم دي جبتها ب5، في ناس بيقولوا ب10 بس مش عندنا في السوق بتاعنا، يعني هو السوق بتاعنا ظابط نفسه وظابط اداؤه، خايف مني. المهم ايه، دول كده اهو جبت 3 كيلو ب15 جنيه. طيب جبت ايه كمان، جبت البطاطس دي، بطاطس تحمير اهي، جبت البطاطس دي، البطاطس دي ب5، جبت 4 كيلو ب20 جنيه اهم، ما جبتش هم 4 كيلو، ما يبقوا يخلصوا نبقى نجيب غيرهم، البطاطس بتبقى موجوده. طيب جبت ايه كمان، جبت نص كيلو بتنجان رومي، جبت نص بس، النص كيلو، الكيلو قصدي ب7 جنيه، جبت نص كيلو ب3 جنيه ونص، تمام. جبت نص كيلو ليمون اهو، الليمون اهو، الليمون عندنا في السوق اهو بتاع السيدة عيشة، سوق السيدة عيشة، الليمون الكيلو ب10 جنيه زي الفل اهو. جبت نص كيلو ب5 جنيه، ب10 جنيه مش ب25 جنيه، جبت نص كيلو ب5 جنيه اهو، تمام زي الفل. طيب جبت ايه كمان، جبت كمان نص كيلو فلفل، فلفل ب12 جنيه، والفلفل يا جماعة الناس مش مغلية الفلفل، يعني هو ب12 جنيه لان هو اصلا مش اوان الفلفل دلوقتي، لسه الفلفل على الصيف شوية كده، على شهر 7 ولا شهر 6 يبتدي بقى الزرعة الجديدة بتاعت الصيف تطلع، ماشي؟ يعني هو دلوقتي يعني اوريدي ان هو يبقى غالي لان ده مش اوانه، ماشي؟ الفلفل ده ب12، انا جبت نص ب6، وجبت كمان الرومي اهو برضو ب12، جبت النص كيلو ب6 جنيه اهو زي الفل اهو زي ما انت شايفه. هاخد كمان شويه عشان هحشيهم مع الكوسه. طيب كنت هقول على ايه بقى كمان، جبته اهو بصوا، جبت الجزر، الجزر الكيلو ب5، جبت كيلو واحد ب5 جنيه للتلاجه عشان السلطه اهو، جبت كيلو البصل اهو، البصل زي الفل اهو زي ما انتوا شايفين، تمام. جبت ده الكيلو ب5، جبت 2 كيلو ب10 جنيه، جبت كمان ورق عنب اهو، جبت ربع كيلو من ورق العنب اهو، لسه نازل لسه اول قطفه، طبعا مش هو ده اللي يتخزن لسه، مش بتاع التخزين، بس انا جبت ربع كيلو ده عشان هعمله كده جنب الكوسه وجنب شويه الفلفل. جبت الكيلو عندنا بكام، الكيلو عندنا ب30 جنيه، جبت ربع ب7 جنيه ونص، دول كده ربع كلهم كده اهو، كل كام حزمه، 1 2 3 4 5، الخمس ربط دول ربع كيلو، تمام اهم ب7 جنيه ونص، يعملوا لي حله كده صغيره حلوه، ماشي. طيب جبت كمان خضره اهي، وتفريز الخضره هسيب لكم الفيديو بتاع تفريز الخضره في التلاجه، ازاي تحفظي الخضره عندك في التلاجه ما يحصلهاش اي حاجه 15 يوم وتفضل خضره عندك. طيب جبت بصوا، جبت شويه خضره بقى، كل ده ب5 جنيه خضره، الحزمه بنص جنيه، ادي كده جنيه، ادي 2 جنيه، 3 جنيه، ادي 4 جنيه، وادي 2 اهم، يبقى دي 5 جنيه خضره،
احطها في التلاجة عشان تفضل عندي لأي حاجة. تمام، بس كده خليهم على جنب. طيب جبت ايه كمان؟ جبت كرات اهو، ده شكله، ده برضو من عند بتاع الخضرة، الحزمة برضو بنص جنيه. ماشي، جبت 3 حزم الكرات ده. ليه جبتيه؟ عشان هعمل طعمية في البيت، انا كده كده عملتها معاكم، بس انا ايه ما كانش عندي كرات، انا قلت اللي عنده كرات يعمل بالكرات مع الخضرة، فانا هعمل بقى شوية بقى عشان اللي انا عملتهم خلصوا، عشان احنا بنفطر وبنتعشى من الطعمية، وهم دلوقتي بقوا مقفلين، ودايما دلوقتي بقى جمعة وسبت كله قافل، فهعمل تاني شوية طعمية. اسيب لكم اللينك بتاع برضو الطعمية اللي ما شافهاش. طيب جبت ايه كمان يا جيجي؟ بصوا بسم الله، جبت كرومبايه، دي كرومبايه دي صغيره. ماشي، عايزه اقول لكم ان الكرومب دلوقتي مش بيتفرز، يعني الكرومب بتاع الصيف ده ما بيتفرز، هو بتاع الشتاء اللي كانت نزلت عليه المطره هو اللي بيتفرز، اللي كانت راسه كبيره. بصي اللي راسه صغيره ده، ده مش بيتفرز. ماشي، ده انا جبته عشان اعمله برضو، اعمل يوم محشي كرومب. ماشي، او انا عامله بقى شويه المحشي دول، الف بالمره حله الكرومب واشيلها في التلاجة ابقى اسويها تاني يوم. طبعا انا هلكت النهارده في السوق زي ما انتم شايفين كده اهو، لسه بقى في كمان لسه جايه من السوق اصلا. وطبعا محدش لمس اي حاجه، محدش يلمس اي حاجه، كل الحاجات دي لسه تتنقع بميه بخل، بتقعد واقعد ادعكها بالفرشه اللي هي بتاعت الخضار والكلام ده كله، كل ده لسه انا ايدي بس اللي بتلمس. ولسه خش هخش بقى طبعا كل الاكياس، كل الاكياس هتخلص منها، كل الاكياس مش هسيب ولا كيس، كل الاكياس هنرميها، والخضار كله هفضيه وهنقعه. تعالوا بقى اوريكم بقى اسعار الفاكهه كمان جبتها النهارده من السوق كانت ايه. تعالوا بقى كده نشوف كمان النهارده سعر الفاكهه هيكون ايه. طيب انا جبت الفراوله اهي، جبتها ب6.5. ماشي، ده كده 1.5 كيلو ب 10 جنيه اهي، زي الفل اهي زي ما انت شايفه، وكل ما تبقى صغيره بقى كل ما هتبقى بلدي اكتر. ده كده 1.5 كيلو ب 10. جبت كمان، جبت اللي هو الاناناس ده او الكنتالوب ده. ماشي، ده الكيلو ب 5، دول 2 كيلو ب 10 اهم. لا ده كيلو، كيلو ده ب7.5، ده اللي ب7.5. ماشي، 2 كيلو ب15، الكنتالوب 2 كيلو ب15. ماشي، عشان انا اتلخبطت، كان عنده ب5 بس ما عجبنيش، قال لي لا في احسن ب7.5، فده كده ب7.5 جبت 2 كيلو ب15. طيب جبت ايه كمان يا جيجي؟ جبت البرتقال العصير اهو، ده برتقال صيفي اهو، يتاكل كده برضو، ده فيتامين سي اهو زي ما انت شايفه كده اهو. بصي، وبعدين انا بحتاج كمان القشر بتاعه زي ما قلت لكم بغسل بيه الحاجه. ده بكام؟ ده الكيلو ب7.5، جبت 3 كيلو ب20. وجبت كمان خوخ اهو، بصي الخوخ لسه اهو نازل اهو، جميل وناشف وحلو اهو، مش طري بس مش ناشف قوي يعني، بس مسكر وحلو. الكيلو ب15، دول 2 كيلو ب30. جبت كمان جوافه اهي، الجوافه اهي، النقط الحمراء دي ما تقلقيش منها، الجوافه دي بتبقى مسكره يعني. دي الكيلو ب10، جبت 2 كيلو ب20. وجبت 2 كيلو موز، قلت عشان اعمل لهم اللي هي فخفخينه دي، هعملها وهصورها لكم ان شاء الله باذن الله، فيها كل الفاكهه. هقول لكم كمان ازاي تطلع بالصوص بتاعها ده، اللي هو زي بتشتريه من بره، الكوكتيل اللي بتشتريه من بره ازاي تعمليه في البيت بنفس الطعم بتاعه. ده الكيلو، الكيلو ب8.5 جنيه، كيلو الموز ب8.5، دول 2 كيلو، هو حط لي بال20 يعني. طيب دول كده اللي هو سعر الفاكهه. طيب جبت ايه كمان؟ بصوا انا جبت هنا اهو، جبت لبن، لبن من عند اللبان اهو، جبت 3 كيلو من اللبن. هقول لكم بقى انا هعمل ايه باللبن ده، بصوا بقى انا هعمل بيه ايه. بصوا بقى انا جبت اللبن ده علشان اللبن ده هعمل معاكم فيديو جبنه قريش، هنعمل جبنه قريش في البيت. طيب علشان دلوقتي ما بقاش حد عارف يجيب الجبنه القريش، ليه؟ الاول كانوا بيجوا اللي هم الفلاحين بيجوا جايبين معاهم الجبنه القريش من البلاد، دلوقتي ما بيجوش عشان خاطر اللي احنا فيه ده، وبعدين انت برضو مش هتبقي ضامنه الايد اللي عامله لك الجبنه القريش، فانا جبت اللبن عشان اعمل معاكم الجبنه القريش في البيت. ماشي، دول 3 كيلو وهنشوف هيطلعوا معانا قد ايه جبنه قريش. فده انا جايباه علشان نعمل شويه جبنه قريش، وكمان ازاي هقول لك ازاي تفرزيها وتشيليها عندك لرمضان ان شاء الله باذن الله، وتقعد عندك اكنك لسه جايبيها. طيب جبت كمان كرتونه بيض،
اهو جبت كرتونة بيض اللي هو البيض الاحمر ده، انا بحبه عن الابيض. جبت برضو البيض، جيبيه اغسليه، يعني انا هغسله في ميه وخل، برضو هنقعه في ميه وخل، وبعد كده انشفه واحطه في علبه في التلاجة. طيب جبت كرتونة البيض بكام؟ جبت كرتونة البيض ب 40 جنيه، 30 بيضة. طيب جبت ايه كمان يا جيجي؟ بصوا انا جبت كمان علبة سمنة، علبة سمنة دي عشان ايه؟ قلت اخليها عندي في البيت اهو. بص انا جبت كيلو رنجة اهو، جبت كيلو رنجة من السوق اهو، كيلو ب 30 جنيه، الثلاثة دول طلع الكيلو. جبت كمان ايه يا جيجي؟ بصوا بقى انا جبت ايه، هوريكم بقى المشتريات اللي انا جبتها بتاعت الصابون. جبت ده فلاش، ده بنضف بيه الحمام، عشان انا هنضف بقى تنظيفه كده حلوه، وبعمل لكم فيديو كده تنظيف وانا بعمل بقى كده تنظيفه رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ولهم ارفع الغمه عن الامه يا رب، والدنيا ماشيه، واللي ربنا كاتبه هو اللي هيكون، واللي ربنا رايدهولك هتشوفيه، انما انت خدي استحراسك واعملي اللي عليكي، انما احنا راضيين بقضاء الله. هنا جبت ده فلاش، ده بنضف بيه الحمام. جبت كمان تمن سلك مواعين، عشان انا بحب ادعك السيراميك بالسلك ده. ده دي بكام؟ دي بالازازه دي انا جايباها ب 10 جنيه. طيب جبت كمان، جبت كيس اريال اهو، كيس الاريال ده ب 20 جنيه، ده 700 جرام. انتوا عارفين انا ما بقاش عندي لا صابون ولا رقص خالص، استنفذت كل اللي كان عندي ومش عارفه كنت انزل اجيب. جبت صابونتين بريحه من النوع ده، الصابون ده حلو على فكره بستعمله. بصوا كمان انا جبت ايه، جبت رقصه، هوريكم بس شكل الرقصه اهو، ثانيه واحده. بصوا جبت رقصه، ده رقصه سايب البامبي ده. جبت دول 2 كيلو، هقلبهم على الكيلو ده، على كيلو الاريال ده، هقلب الثلاثه دول على بعض علشان بيبقى منه موفر، ومنه برضو ده مع ده بينضفوا الغسيل وبيخلوه زي الفل. جبت كمان ده برسيل جل، بس بتاع الاسود بيبيعوه سايب بالكيلو، جبت نص كيلو. بكام مش عارفه، لان خدت منه حاجات كتير فمش عارفه. جبت صابون مواعين اهو، جبت 4 كيلو، كيلو ب 5 جنيه، جبت 4 كيلو ب 40، 4 كيلو ب 20 جنيه اهو، لاني ما كانش عندي خلاص صابون، استنفذت كل الصابون اللي كان عندي. تمام، وده كيلو كلور جل اهو بتاع الالوان، بحب اغسل بيه هدوم الخروج، يعني مع الهدوم بتاعت الخروج عشان ما تتبهدلش الرقص وبيوبر عليها. عايزه كمان بس اقول لكم على حاجه، عايزه اقول لكم ان الكلور سعره غالي جدا، مش عارفه ليه، يعني بصراحه انا مش عارفه هو الكلور اصلا غالي ليه. يعني انا جبته اخر مره من 15 يوم، لما انا قلت لكم جبت الكيلو ب 4 جنيه ماشي، النهارده لقيت الكيلو ب 8 جنيه، ليه معرفش. يعني هو بيقول لك الكلور يزيد الضعف، طب زودوه جنيه، زودوه 2، انما الضعف حرام والله العظيم. يعني ليه؟ هو ده اللي بجد بجد تعب اعصابي وحسب الله ونعم الوكيل، يعني ده الكرور ده ما فيش ارخص منه يعني، بس في ناس بتحب تستغل يعني الوضع اللي احنا فيه. بس دي بقى كده كانت المشتريات بتاعتي النهارده، وهلكت الحمد لله في السوق النهارده، طلع ميتيني. بس عشان ان انا اقدر اجيب حاجات تقعد 15 يوم ما انزلش تاني، وزي ما قلت لكم قبل كده ان لازم ان احنا الحياه تمشي والدنيا تمشي، واللي ربنا كاتبه هو اللي هيريد. طبعا بنزل ببقى عامله كل احتياطاتي، وبرده اللي ربنا رايده هو اللي هيكون، ربنا رايد ينجينا هينجينا، ربنا رايد ان هو يبقى كله على الناس، يبقى اللي ربنا رايده امر الله نافذ في اي شيء. فاشوفكم بقى في فيديو جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي، وان شاء الله لسه كمان في بقيه المشتريات هصورها لكم في فيديو تاني لوحديها. وباي باي، فيديو جديد، مع السلامه.